عبر الهاتف مباشرة من بيروت ينضم لنا الدكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. الأكسجين يتناقص في العالم ويهدد الحياة، لمجرد قراءة هذا العنوان يصاب الإنسان بالذعر، ما مدى جدية ذلك؟ هذا الوضع بالفعل كثير خطير. أنا أول واحد بالشارع من سنة 77 عم تابع موضوع تحديدا غاز الأكسجين الموجود بالجو والمناطق وتأثيراته ووجوده بالجو. أول شيء بدي أبلغ إنه بدي ضوي على نقطة للمشاهدين، إنه نسبة الأكسجين بالجو بالهواء اللي عم نتنشأه هي 20.94%. هيدا النورم اللي لازم المعترف فيه، واللي لازم تكون كمية الأكسجين بكل هواء عم نتنشأ ونضيفة بيور خالي من كل الشوائب. العالم اليوم عم بيستهلك كميات ضخمة جدا من غاز الأكسجين على مدار الساعة، ان كان بالاحتراق. كل شيء اسمه احتراق بالكون بده اكسجين، شو ما كان، اي احتراق، اي سياره، اي 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 صناعه، اي كميه وقود بدك استهلاك كميه ضخمه من الاكسجين يوميا. الزياده البشري يتطلب حاجه كثير كبيره من استهلاك غاز الاكسجين يوميا. الغاز الاكسجين هو يوميا التنفس الحقيقي يلي بنقدر الانسان بدون الاكسجين ما بيعيش، ما في حياه. وكل ما انخفض الاكسجين كل ما صار في تاثير اخطر واخطر على كل الكائنات بالكون. المنطقه العربيه مهدده، ليه؟ لانه عندنا مصدر كثير كبير هو لغاز الاكسجين، هو الاشجار والكلوروفيل اللي تحت اشعه الشمس بتكب كميات ضخمه جدا من الاكسجين بالجو، وبالليل وبالنهار بتمتص السي او 2. يعني هناك تهديد مباشر للحياه على الارض بسبب هذه المعلومات. كيف على العالم أن يتعامل مع هذه المعلومات الجديدة؟ كيف يجب أن يتعامل مع هذا التهديد إذا؟ هون بدي شدد أنه علماء البيئة بالعالم ما لهم دور. بعد حد هلانين ما حدا تبنى لهم أي دراسة. سميت الأردن تحديدا حضرتك بالتعريف. الأردن بكل تأكيد، الأردن عنده كميات انخفاض خطير جدا بغاز الأكسجين، وأيضا المنطقة العربية ككل. نحن عم نفحص بشكل دائم وبشكل متواصل، اعتبارا من سنه 77 اسسنا بلبنان اول مركز لفحص الاكسجين وغاز الاكسجين بالجو وتابعناه ونحن بعدنا متابعينه لغايه اليوم. الارقام مخيفه والارقام طيب خطيرة. كيف يعني انه حتى قلت بأن الدول العربيه هي مهدده، كيف يعني يجب التحرك الفوري؟ من خلال ماذا؟ يجب طبعا من خلال انشاء 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 خطه مواجهه لزياده غاز الاكسجين بالجو، لانه الطيارات بتستهلك اكسجين، السيارات بتستهلك اكسجين، الانسان بيستهلك اكسجين، بالحرائق بتستهلك اكسجين. طيب كيف يمكن ذلك، زياده نسبه الاكسجين في الجو؟ اول شيء اذا بدنا في انواع من الاشجار بتعطي كميات عاليه جدا من الاكسجين، بتمسك اليوم اطنان من الاكسجين، غابات بتكب اطنان من الاكسجين كل يوم بالجو وبتنظف الجو، هيدي ما بقت موجوده، بس مش كل الشجر بتعطي كميه الاكسجين بنفس الشيء، عندك اشجار بتعطي كميات عاليه جدا، بتمتص السي او 2 بكميات جدا، عند الاشجار الصنوبريه كثير مهمه، عندك اشجار اخطر واخطر وغير. فلذلك اليوم المنطقة العربية في أمور كتير خطيرة عم بتعيشها وما شايفتها ليدات السياسية العربية، ما شايفين هالأمور هيدو، رايحين لخطر كتير مهم. الأردن وصل بمرحلة انخفاض كمية الأكسجين. نعم دكتور. بشكل كتير كبير. المنطقة الشرق الأردن. نعم. شرق الأردن وبعض مناطق كمان في عندك انخفاض كتير، وحتى لبنان وصل على حدود المطلوبة لحدود الـ نعم دكتور. شكرا لك، أشكرك على هذه المداخلة. وصلت الفكرة. دكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت.